وزارة قطاع الأعمال أعلنت أنه تم البدء في صرف العلاوات الخاصة بالعاملين بالشركات التابعة لقطاع الأعمال نهاية شهر يوليو الحالي. عدد اللي بيشتغلوا في قطاع الأعمال بيتراوح من 250 ألف عامل تقريبا، وكلهم في انتظار صرف العلاوة. مجلس النواب كان وافق في مايو الماضي أنه يمنح العاملين بشركات قطاع الأعمال وشركات قطاع الأعمال العام منحة بتصرف شهريا من الموازنة الخاصة بها، بتعادل الفرق ما بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المقررة ليهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام القانون للخدمة المدنية. خلينا نشوف تفاصيل أكتر ونفهم الموقف، خاصة أن العلاوة منتظرة، من الأستاذ سعيد عرف، المستشار القانوني لوزارة قطاع الأعمال عبر زوم. برحب بحضرتك يا فندم. مساء الخير لحضرتك ومساء الخير للسادة المشاهدين جميعا. ايه حجم ومقدار العلاوه؟ طيب الاول، وزاره قطاع الاعمال العام بتشرف على 8 شركات قبضة يتبعها 118 شركه تابعه، وهناك عدد من شركات قطاع الاعمال العام حديثي عن الشركات اللي بتتبع وزاره قطاع الاعمال العام الخاضعه للوزاره عندنا. طبعا فور صدور القانون اللي حضرتك تفضلتي وقلتي عليه، معالي الوزير وجه واصدر قراره بمنح العاملين بشركات قطاع الاعمال العام الخاضعه للوزاره الحد الاقصى للمنحه المنصوص عليه حتى في القانون. القانون بيتكلم على انه في علاوه دوريه المفترض بتكون يعني بحد ادنى 7%، والحد الاقصى للمنحه تكون 6%، ويتم صرفها اعتبارا من 1/7. وكمان لو بعض الشركات التابعه ما عندهاش الامكانيات الماليه لصرف، نظرا لبعض الشركات قد تكون متاثره، ف بنلزم الشركات القابضه انها تساعد هذه الشركات التابعه علشان يتم صرف هذه العلاوه للعاملين. عدد العاملين في الشركات الخاضعه للوزاره يعني فوق ال 192 الف عامل هيستفيدوا من هذه العلاوه اللي هي 7% زائد المنحه اللي هي 6%، ده بالاضافه الى توزيعات الارباح اللي هي للشركات الرابحه المقرره في القانون، اللي هي بتكون يعني في ضوء تعديلات حتى القانون زودناها من 10 ل 12% وتصرف بالكامل نقدا لجميع العاملين. طبعا الهدف الاساسي من اقرار هذه العلاوه وحتى التحفيز الخاص بالارباح هو تشجيع العاملين على مزيد من الجهد وزياده الانتاج وزياده الارباح اللي بتعود في الاخر على العاملين وعلى الدولة في شكل أرباح بتحققها هذه الشركة. عايزة بس أأكد على نقطة العلاوة بالنسبة لكل الشركات، هل العلاوة واحدة في كل الشركات ولا بتتغير؟ طبعاً لا لا لا، كله يعني العلاوة واحدة على كل الشركات كنسبة، لكن بتختلف من شخص لآخر نظراً لأنها بتحسب على الأجر الأساسي. فطبعاً الأجر الأساسي المختلف نسبة العلاوة ثابتة فيه زائد المنحه ثابته فيه 6% منحه و7% علاوه على حسب الاجر الخاص بكل عامل في كل شركه. شكرا لحضرتك الاستاذ سعيد عرف، المستشار القانوني لوزاره قطاع الاعمال. شكرا جزيلا يا فندم على التوضيح.